مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، شوطنا القادم الشوط الحادي والعشرون خاص للبكار مسافة 1500 متر، أشواط السرعة والتحدي المقدمة والصدارة المملكة راشد بن محمد بن عويضة العذبة من يقدم المملكة في هذا التحدي الكبير، وثاني الأسماء وصل السوغة وراشد بن عبد الله الجبر النعيمي من يقدم هذا الاسم الكبير، وثالث الأسماء وصل الصملة عبد الله بن راشد آل نشير من يقدم صملة، رابع الأسماء وصلت الشاهينية ومحمد بن مبارك الخليفة من يقدم اسمه كبير، وخامس الأسماء وصلت بشاير وراشد بن حمد بن فالح الهاجري، لن عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة المملكة المملكة راشد بن محمد بن عويضة العزبة من يقدم اسم كبير، وتاني الأسماء وصلت هنالك صملة وعبد الله بن راشد آل نشير، ولكن ثالث الأسماء وصلت بشاير وراشد بن حمد بن فالح الهاجري. يلا يا ابو فالح روح روح بالفورمة، ولكن لنا عودة الى المقدمة والى الصدارة المملكة المملكة راشد بن محمد بن عويضة من يقدم المملكة بهذا التحدي الكبير، وثاني الاسماء صملة وعبد الله بن راشد آل نشير، تسلل بن نشير وبوب بوب بوب بن نشير، ولكن الله الله المملكة 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 وراشد بن محمد بن عويضة، ولكن بن نشير قادم لا محالة، صملة 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 والمملكة المملكة وصملة المملكة والأمتار الأخيرة والأمتار الحاسمة المملكة المملكة، ولكن الله المملكة المملكة تهانينا من هذا الموقع، من هذا الموقع نزفها لمالك المملكة راشد بن محمد بن عويضة. المركز الثاني شعار بن نشير كان من نصيب صملة عبد الله بن راشد آل نشير، المركز الثاني بشاير وراشد بن حمد بن فالح الهاجر. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، ساعة وصول مشاهدينا ومتابعينا المملكة لخط النهاية دقيقتين 15 87 جزء، تهانينا لمالك هذا الشعار المملكة راشد بن عبد الله راشد بن